طيب رح نبدأ أول شيء عن التنظيم الإداري، أوكي؟ ف يعني ممكن أحد منكم يساعدني يقول لي رأيه، إيش هو التنظيم الإداري؟ إيش المقصود فيه؟ إيش أهداف التنظيم الإداري؟ ليش إحنا نتكلم دائماً؟ يعني تكلمنا أكثر من محاضرة على التنظيم الإداري أو على الأمور الإدارية، فحاب أحد يشاركني يقول لي ليش إحنا نرى هذا الموضوع مهم؟ أيوة، نحتاج التنظيم الإداري علشان تنفيذ الخطط. أوكي، أنت ترين أن مثلاً التنظيم الإداري مهم عندي عشان أضع الخطط أو أنفذ الخطط، تمام؟ أيضاً يا دكتورة، لمعرفة المسؤوليات والمهام ومعرفة ممتاز. طبيعة عمل ووظائف كل إدارة. ممتاز. طيب تفضل. إعداد الوصف. ممتاز. إذا هذه كلها الأدوات اللي أنا أستخدمها في التنظيم الإداري، صح؟ لكن أنا ليش أنا أبغى أسوي تنظيم إداري؟ يعني أنا أوكي سويت، حطيت خطط، حطيت وصف وظيفي، حطيت المهام عندي واضحة. طب ليش هدف؟ ليش إحنا نبغى نسوي تنظيم إداري؟ عشان أبغى أوصل أنا الأهداف حقتي. عشان نرفع المستوى الإداري، وعشان إيش؟ نرفع المستوى الإداري للإدارة. أوكي. يعني بيكون على شكل موثق، يعني يكون عندي دوكيومنت، ويكون عندي مهام معينة، يكون عندي كمان موظفين، عشان أنا كمان يعني هذه كلها تدعم الإدارة في نجاح الإدارة. ممتاز ممتاز. إذا أنا أرى من النقاط الأساسية لنجاح أي إدارة إنه يكون عندها وثائق. طيب ليش يكون عندي وثائق؟ لضمان استمرارية النجاح أو التقدم أو قياس الأداء. صحيح. من هذه النقاط فعلا أساسية. أنا أبغى مثلا كإدارة، أنا فرضا نفترض أن عندي أنا إدارة دخلت من غير أي وثائق، من غير شيء، وبدأت تشتغل، تمام؟ بعدين بعد سنة نص اللي في الإدارة راحوا وجو أشخاص ثانيين، هل تعتقدون أنهم بيكملون؟ أنا أرى لأنه ما في وثائق بالضبط، راح يرجعون لنقطة الصفر، صح؟ فبالتالي السنة اللي بعدها راح يرجعون لنقطة الصفر ويبدون، ممكن يبدأون برؤية مختلفة ويبدون يشتغلون. تغيروا السنة الثالثة، جو ناس ثالثين راحوا نفس الشيء، أعادوا الموضوع وصاروا يشتغلون، رجعوا لنقطة الصفر وبدأوا يشتغلون من رؤيتهم. دائما في العمل يا دكتورة. بالضبط بالضبط. إذا أنا عشان العمل يستمر، هذه نقطة مهمة. ثانيا عشان والأهم أن العمل يتطور، أنا إذا ما كان عندي معرفة بالتجربة السابقة العملي ما راح يتطور، راح أكون أمشي في دائرة مفرغة، ما يكون لي هدف واضح، ما يكون لي نتائج واضحة، بالتالي أقدر أطور فيها العمل. أنا لو ما أعرف الإكسبيرينس الناس السابقين ما راح أعرف أخطائهم، ما راح أعرف وش النقص اللي صار لهم، بالتالي ما أعرف أقدر أستفيد منها أو أقدر أتعلم منها عشان أتجاوزها أو عشان ما أقع في نفس الأخطاء. عشان نبدأ من النقطة اللي وصلوا هم لها عشان نقدر نتطور ونمشي. بالضبط. صحيح صحيح. هذه من أهم الأساسيات. أولا أن يكون عندي نقطة العمل مستمر، ديمومة فيه، تطور ومستمر فيه. ثانيا يكون عندي وثائق. الوثائق جدا مهمة. الوثائق لما تكون موجودة عندي، لما يجون لأي منظمة إدارية، لما يجونك أي جهة خارجية، إذا أنت حتى لو كنت تشتغل، يعني لو كنت بتشتغل ليل ونهار من غير وثائق، من غير أشياء تثبت عملكم، أي جهات خارجية ترى تقولك طيب وين الإثبات، وين الدليل، أنت تقول بس أنا ما أشوف. حتى ممكن تصابون أنتم بالإحباط، إحنا قاعدين نشتغل ونجتهد والجهة الخارجية يعني ما يعني شافوا العمل اللي إحنا نقوم فيه. طيب أنتم كيف تتوقعون منهم يشوفونا إذا ما كان في وثائق تدعم هذا العمل؟ لذلك جمع الوثائق، متابعتها، يعني حتى لو كانت أنتم ترون بعضها أنها إضاعة للوقت وأنا قاعد أضيع وقتي في وثائق، طيب أنا أستفيد من الوقت هذا في أداء العمل الفعلي. أداء العمل الفعلي له ناسة، إحنا نوعا ما نشتغل في أشياء إدارية، إذا لازم ننظر للأشياء الإدارية هذه، لازم نهتم في الأشياء الإدارية هذه. لذلك ترون أن نتكلم دائما عن التنظيم الإداري أو عن مبادئ الإدارة، ونرى أنها أشياء مهمة جدا، هي أساس أي إدارة تبدأ من هذا المنطلق وبعدها تستمر أو بعدها تبدأ الأعمال فيها. إذن اليوم بنستعرض مفهوم التنظيم الإداري، أهدافه، خصائص التنظيم الفعال،
وتعرف بأهم أدوات التنظيم الإداري وكيفية إعدادها، هي بتكون مبسطة ما راح تكون ديب، لأن زي ما قلنا أغلب النقاط اللي إحنا ذكرناها في المحاضرات السابقة راح نتكلم عنها بشكل مفصل في خلال المحاضرات الأخرى. طيب، تعريف التنظيم بشكل عام إن لازم نحدد الأعمال ونوزعها، ونوزعها على مين؟ على أفراد. هدفنا إن نوصل للهدف الخاص بالإدارة، إذن هي أعمال وهم أشخاص وهدف واضح. إذن العناصر بكل بساطة، أول شيء يكون عندي هدف محدد، هدف واضح لإدارتي أو لأعمالي. ثانيا، عشان الأهداف هذه تحقق لازم أوضح الأعمال، لازم أوضح الأنشطة اللي لازم أشتغل فيها عشان أصل لهذه الأهداف. طيب، من الذي يقوم بهذه الأعمال؟ إذن لازم يكون في عندي أفراد أو أشخاص محددين تكون لهم قدرة أو تكون لهم معرفة أو يكون لهم خبرة خاصة في أداء هذه الأنشاط والأعمال عشان بالتالي أصل إلى الهدف اللي إحنا حاطينه. طبعاً الأفراد هذه أو الأشخاص لازم يكون عندهم زي ما قلنا الخبرة اللازمة، لازم يكون عندهم مثلاً الشهادات اللازمة، لازم أيضاً يكون عندهم في يدهم وسائل. يعني أنا مثلاً أبغاهم بعمل خارجي، لازم أوفر لهم الوسائل اللي هي تخليهم يؤدون هذه الأعمال، من هذه الوسائل مثلاً المادية وغيرها. رابع نقطة، إن بعد ما نكون هذه الأعمال لازم يكون عندي إشراف جيد ومناسب. عشان كذا نتكلم إحنا على مؤشرات أداء، نتكلم على متابعة. هذه النقاط أو مؤشرات الأداء أو المتابعة، أو يكون عندكم قسم المتابعة عندكم في الإدارة، هذه الأشياء مهمة عشان تشوفون أداء عملكم هل هو فعلا يتم أو لا، يتم بالوقت المناسب، يتم بالطريقة المناسبة أو لا. عذرا بس شوي معلق النظام، دقيقة. أوكي. عندنا الآن نتكلم على مفهوم التنظيم. مفهوم التنظيم نقطة أساسية لازم نعرفها، إنه أي عمل بشري لازم تكون في تنسيق بين الجهود البشرية. يعني بمعنى في الإدارة الوحدة ما تكون كل إدارة أو كل وحدة تشتغل لوحدها. إذا عملنا بهذه الطريقة ما راح يكون في تنسيق للعمل، بالتالي بيكون في إضاعة للجهد، بإضاعة للوقت. إذا مهم جدا في أي عمل الأساس فيها تنظيم الجهود البشرية. ليش أنا قاعدة أنظم الجهود البشرية؟ عشان هدفي الأساسي هو تحقيق أهدافي بأقل التكاليف، بأقل المجهود، بأقل الوقت، وإنتاجية عالية. هذه بكل اختصار المقصود بالمفهوم التنظيم. طيب، من خلال التنظيم الإداري بنتكلم على 5 نقاط وكل نقطة لوحدها. أول وحدة أنه يكون تكوين للوحدات الإدارية والأقسام. الأقسام والوحدات الإدارية تتقسم أو تنقسم بحسب أعمالها وأنشطتها، هذه وحدة. ثاني شيء، لازم نحدد وظائف اللازمة لها. ثالث شيء، نحدد السلطات والمسؤوليات لكل موظف. رابع شيء، وضع نظام للعلاقة بين الموظفين ببعضهم. وخامس شيء، وضع وتحديد السياسات وإجراءات العمل. بنتكلم على نقطة من هذه النقاط. أول وحدة، تكوين للوحدات الإدارية والأقسام بحسب الأعمال والأنشطة. بمعنى أنه لما أسوي في الإدارة لازم يكون لي عندي أقسام في الإدارة، مو الجميع يعمل كوحدة وحدة، لازم عندي أقسام محددة. حتى ترونها في الهيكلة لما إحنا قسمنا وحدة للتقصي، وقسمنا وحدة للمتابعة، وقسمنا وحدة للبرامج. ليش؟ جمعنا الأعمال المتشابهة في قسم واحد. ثاني وحدة لتحديد الوظائف اللازمة. طيب، أنا حددت وقسمت الأقسام هذه أو الوحدات، قسمتها في إدارتي، لكل وحدة حددت فيها مهامها، حددت فيها أعمالها المتشابهة وجمعتها فيها. طيب، بالتالي أنا أحتاج أشخاص مناسبين لأداء هذه الأعمال، أشخاص عندهم خبرات مناسبة، أشخاص عندهم تأهيل مناسب. أيضا أحتاج أني أحدد في هذه الأعمال كم شخص أحتاجه عشان يؤدي هذه الأعمال، أحتاج 2، أحتاج 10. هذه كلها تتحدد لما أبين إيش هي المهام المطلوبة من كل وحدة. في هذه الوحدة بيتحدد إيش مهامهم، سواء كانت رئيسية أو سواء كانت فرعية. طيب، أنا إذا حددت الوظائف وحددت الأشخاص اللي أنا لازمين لي، وش الفائدة منها؟ وش الهدف؟ وش رأيكم؟ عشان ما يكون في ازدواجية في العمل يعني. بالضبط، صحيح، عشان ما يكون في ازدواجيه في العمل، حددت فيها مهام وحددت فيها الاعمال وقسمت الوحدات عشان الوحدات نفسها يبين فيها مهامها، بالتالي ما يكون في ازدواجيه بينها. صحيح. ايضا
تسنيم تقول لا يحدث فيها تداخل بين الأعمال. فعلا صحيح، يكون شغلي مرتب يعني. بالضبط، يكون فيها صحيح التنظيم الإداري بشكل عام يعني يسعى إلى أن يكون الأعمال كلها مرتبة ومنظمة، يكون فيه سهولة لقياس الأداء، يكون فيه متابعة فعلا لأداء الأعمال من قبل الأفراد. صحيح أيضا علي يقول أنه فيه سهولة المتابعة، سهولة المتابعة لأداء الأعمال. صحيح، ما يكون فيه ازدواجية في العمل. صحيح، ما يكون فيه ازدواجية للأعمال بينهم. ممكن عشان نوحد نوحد إيش؟ ممكن عشان نوحد الجهود يعني، عشان نحقق الأهداف اللي نبغى نحققها يعني. صحيح، يكون فيه مثلا الإدارات مع بعضها البعض، هذا في النقاط الجاية إن شاء الله، إدارة مع بعضها يكون فيها تداخل بينها، يكون فيه تكامل وتعامل مع بعض عشان يكون فيه جهود وحدة للوصول إلى الهدف الأساسي. لكن إحنا نتكلم عن أني أنا أقول لك أنا أبغى أحدد وظائف محددة، أبغى أحددها وأبغى أحدد أعدادهم، إيش أستفيد؟ إيش هدفي أنا من تحديد هالأشياء النقاط هذه؟ ليش أنا أبغى أحدد المؤهلات اللي لازمة لي من الأشخاص لأداء الأعمال؟ لضمان جودة العمل. تمام، لضمان جودة العمل والإيش أيضاً؟ زيادة الإنتاجية. تمام، زيادة الإنتاجية. أيوة سالم، تحديد المان باور. فعلاً ممتاز، أنا بحدد اللي هو الأشخاص. أنا إذا حددت الأشخاص، لما أعرف عدد الأشخاص اللي أنا أحتاجهم، بالتالي أنا راح أعرف كم شخص يعني لازم أستقطبه عندي للعمل. بالتالي أنا أعرف كم الأشخاص، أنا لما أقدم مثلاً وظائف عندي في الإدارة، أعرف أنا كم شخص راح أحتاج. هذه صحيح من النقاط أيضاً. إعطاء المسؤوليات على حسب خبرة الشخص، ممتاز، صحيح، هذه من النقاط المهمة. أنا لما أختار، جميلة، شكراً جميلة، أنا لما أختار وأعرف المهام الخاصة اللي أنا لازم تكون موجودة، بالتالي أنا أعرف الأشخاص اللي أنا أستقطبهم إيش المواصفات اللي راح تكون عندهم. أنا ما أستقطب أي شخص، لا، أنا أحتاج مثلاً شخص يعرف كيفية تحليل البيانات، لأن هذا نقصتني. إذا أنا أبحث عن أشخاص عندهم هذه المقدرة وهذه المعرفة. ريم قالت تخفيف العبء بحيث لا يكون على أشخاص معينين، هذه أيضا من الهيكلة لما أنت تحطينها. فعلا لما تكون عندك أشخاص محددة بهيكلة واضحة بأعمال واضحة، ما يكون في أقسام فيها أعمال كثيرة وأقسام فيها أعمال أقل، بالتالي يكون في توزيع عادل بين الأشخاص. بندر قال أنه يكون في استغلال للقوى العاملة بشكل صحيح. فعلا أنا لما يكون عندي أشخاص فأنا أستخدمهم، مثلا معرفة قدراتهم أو معرفة شهاداتهم تساعدني في أني أضعهم في الأماكن الصحيحة، بالتالي أستفيد منهم. إذن أنا لما أعرف الوظائف اللازمة عندي، أهم شيء أني راح أعرف كم عدد الأشخاص اللي أنا أحتاجهم، إيش المؤهلات اللازمة، بالتالي أنا لما أستقطب راح أعرف كم أحتاج من شخص وأحتاج مين بالضبط. أيضاً أنه بالضبط خالد، صحيح، أنا أحتاج هذه عشان أعرف الاحتياجات التدريبية. أنا لما أعرف إيش هم الأشخاص وإيش المفروض يتصفون بإيش، بالتالي عندي الموظفين في الإدارة راح أوجههم للدورات التدريبية المناسبة اللي تحتاجها طبيعة عملي. أنا مثلا عندي موظفين ما يحتاج مثلا في قسم البيانات، ما يحتاج أني أوجههم يأخذون محاضرة مثلا عن فن القيادة، لأن نحتاجهم لا محاضرات عن البيانات وتحليلها عشان أقويهم في النقطة اللي أنا أحتاجهم يعرفونها. علي أيضا قال إنه يكون عندي هدف وتوفير وظائف أنا أحتاج إليها، وأتوقع هذا يعتبر مؤشر. ممتاز، صحيح، إذا أنا هذه النقاط الأساسية فعلا صحيح، إنه بيخليني يساعدني أنا أعرف إيش الوظائف اللي أنا أحتاجها، بالتالي يكون في توجيه لهذه الوظائف، وأيضا أقدر أضع عليها مؤشر مثلا بداية السنة توظيف العدد المناسب أو في المجال اللي أنا أحتاجه. طيب، هذه من النقاط اللي هي في تحديد الوظائف اللازمة. ممتاز، شكرا لكم وشكرا على مشاركتكم. عندي ثالث شيء، تحديد السلطات ومسؤوليات الموظفين. طيب، أنا لما أحدد السلطات ومسؤوليات الموظفين، المقصود فيه إن كل إدارة أو كل وحدة راح أضع لها مدير البرنامج أو مدير القسم، تمام، وبيكون تحته الموظفين. ليش أنا أوضح هذه أو أضعها؟ عشان ما يكون فيه يعني تنازع أو ولا يكون فيه تضارب مصالح بينهم، بحيث إنه يكون كل شخص يعرف من هو مديره، بحيث إنه report to him، وكل شخص يعرف التقرير أو أي شيء يكتبه يوديه لمين، يوديه للمدير.
لكن لما يكون الموظف ما هو عارف منه مديره يروح يتكلم مع واحد ويتكلم مع الثاني بعدين يتكلم مع الثالث يضيع الموظف، يكون في ضياع الجهد ويضيع فيه الوقت، حتى يكون في توجيه ممكن يعطيه توجيه من مدير الى اخر، توجيهات تكون متضاربه ومختلفه، بالتالي ايضا هذا يؤثر على سير العمل. لذلك لما نضع وتكلمنا عنها اللي هو الهيكل التنظيمي، وضعنا فيه نعرف من المدير، نعرف منهم رؤساء الأقسام، ونعرف بالتالي الموظفين التابعين لهم، يكون بشكل هرمي واضح ومتسلسل، كل واحد يعرف من رئيسه ومن مرؤوسه. بعدين عندنا وضع نظام للعلاقات بين الموظفين مع بعضهم البعض. المقصود بعلاقات يعني أنا عندي إدارة، عندي في إدارتنا أكثر من وحدة، هل معناتها أن كل وحدة تعمل لوحدها؟ لا، لازم الوحدات هذه يكون في اتصال بينها، لازم يكونون يشتغلون كلهم كفريق عمل، ما يشتغل كل واحد جزء كأنه منفصل عن الآخر، بالتالي ممكن تجدون أنهم يعني كان فيه ازدواجية أو عمل أعادوه أو كرروه فضاع وقتهم في أداء أو تكرار أعمال، ممكن أنه يكون حتى يعني لما يقومون بعمل ما يكون فيه تواصل بين الآخرين، ما يستفيدون من أداء عملهم اللي مع بعض. يعني أنا مثلاً ممكن يكون العمل في الوحدة الأخرى مكمل لعملي، بالتالي لما يكون في تواصل ما بيننا نضع الخطط أو نضع خطتنا الأساسية لإدارتنا تكون خطة يعني مستمرة، تكون خطة يعني متسلسلة عفواً بين إدارات والأخرى، فيكون أنتم أديتوا عملكم. يعني ممكن تكونوا لو كنتم منفصلين أديتوا 60%، لكن لما يكون في يعني توحيد لهذه الأعمال أو اتصال جيد بين هذه الوحدات تجدون أنكم تجاوزتوا حتى اللي أنتم تتوقعونه. إذن لازم يكون في قنوات اتصال واضحة، لازم يكون عن طريق إيش؟ عن طريق اللي هي البطاقات الوصف الوظيفي. بطاقات الوصف الوظيفي بتلقون فيها أنت كشخص من هو رئيسك، أنت كشخص مسؤول عن مين، أنت كشخص حدود تعاملاتك راح تكون مع مين، سواء داخل إدارة أو خارج الإدارة. هذه كلها أنت كموظف تكون شيء مريح بالنسبة لك، فأنت عرفت وش حدود صلاحياتك وش حدود أنت الشيء المطلوب منك أنك تسويه. فهذه من قنوات الاتصال من الأشياء أو النقاط المهمة، وزي ما قلت سواء داخل الإدارة أو خارج الإدارة. آخر نقطة بنتكلم عنها اللي هي وضع وتحديد السياسات وإجراءات العمل. عفوا بس اللي عنده مايك لو سكرة. طيب السياسات المقصود فيها التوجيهات العامة، التوجيهات العامة على أساسها وعلى هديها بنطلع القرارات وبنطلع الأوامر المختلفة في كل أنشطة المنظمة. هذه من الأشياء النقاط الجدا مهمة. إذن منها المقصود فيها اللي هي البوليسي وبروسيجر، هذه أيضا راح يكون عليها محاضرة بإذن الله مع الدكتور أبو بكر غدا بشكل مفصل. أهداف التنظيم الإداري، أنا وش هدفي؟ إيش الهدف أو المقصود بعمل أو أهداف التنظيم الإداري؟ عندي لازم يكون في توازن، هذه بس أنا بذكركم النقطة الأساسية، لازم يكون في توازن بين أهدافك في الإدارة بين المصادر الموجودة عندك. من يعني المصادر، مثلا أنا ما أضع أهداف عالية وأنا ما عندي أشخاص يؤدونها، بالتالي أنا مستحيل أني أوصل أو أحقق هذه الأهداف. إذا لازم يكون عندي توازن بين أهدافي، لازم يكون عندي توازن بين وبين المصادر الموجودة عندي والنتائج المتوقعة. إذن زي ما قلنا، ما أعرف إذا تذكرون في أول محاضرة إحنا عطيناها في مبادئ الإدارة، قلنا أهم نقطة أنت بدأت فيها إدارتك أنك تضع أهداف لإدارتك. بعد ما تضع الأهداف تبدأ بناية الخطط عليها. طبعاً ما تضع، ما هي العكس، دائماً تضع الأهداف ومن الأهداف تبدأ وضع الخطة التشغيلية الخاصة فيك. من هذه الخطة ومن عشان تكمل الخطة بالشكل كامل، لازم يكون عندك المصادر، لازم تكون كلها واضحة محددة، سواء كانت مصادر بشرية مادية أو مالية. طيب وبعد كذا لازم تكون عندك القواعد، الإجراءات، السياسات، كل الأشياء، الوثائق هذه تكون بشكل كامل متوفرة وواضحة عندك، عشان في النهاية نصل إلى الإنتاج المحدد أو الأهداف اللي إحنا حاطينها في بالنا أن نوصل لها. طيب عندي المواصفات الرئيسية الواجب توفرها. أول شيء هذه من النقاط يعني بشكل عام، عندك شيء اسمه التغطية الشاملة. التغطية الشاملة بمعنى أنا عندي مهام في الإدارة، لازم يكون عندي لكل مهمة شخص مسؤول عنها. إذا إحنا ما حددنا الأشخاص، بمعنى ما حددنا الأقسام المسؤولين عن هذه المهام، تجد أن هذه المهام ضاعت. وهذه ممكن تلقونها فعلا موجودة في الأعمال الإدارية. تلقى أنت عندك كإدارة مهام أساساً بنيت عليها الإدارة، تلقاها 10 مهام،
الآن لو تنظر لها بتلقى يمكن ثلاث أو أربع مهام، أربعة من هذه المهام فعليا لا تقام. ليش؟ لأنها ضاعت. ضاعت ليه؟ لأنه لما قسمت الوحدات على أساس مهام نسوا الوحدة المهام هذه مثلا، أو حتى لم ينظروا لها، قسموها على أساس مهام جديدة وتركوا المهام اللي أقيمت على أساسها هذه الإدارات. إذن لازم لكل مهمة تكون واضح من الأشخاص المسؤولين عنها، واضح من الوحدات أو الأقسام المسؤولة عنها. ممنوع تترك أي مهمة من غير شخص أو إدارة مسؤولة عنها. طيب إذا أنا عندي مهمة واحدة لازم يكون عندي أكثر، لا يسمح بأن يكون عندي مهمة بأن يكون أكثر من شخص مسؤول عنها. ليش؟ لأنها إذا صارت مثلا عندي مهمة أكثر من شخص مسؤول عنها بتضيع، يعني فرشور بتضيع. ممكن الشخص الأول يعني مو بانتقاصا فيهم، لكن الشخص الأول يرى أنه بيأدي شوي جزء منها والباقي يسوي زميلي، والعكس صحيح. فلذلك إحنا على أساس يعني حتى لما تجون تلقون يعني أنتم مهامكم في عملكم، ما تلقون المدير عندكم مكافحة العدوى يعطي مهمة لأكثر من شخص، لأنه متأكد أنه لو أعطاها لأكثر من شخص بتضيع. لذلك لازم لكل مهمة شخص محدد، يجب أن تكون واضحة. ليش؟ نبغى في خلال عملنا أنتم لما تعطون مهمة تكون مهمة هذه غير واضحة، هل بتأدونها؟ هل بتقدرون تأدونها؟ أكيد لا. بشر صحيح، أنا ما رح أقدر. أنا حتى لو كنت أبغى أؤدي المهمة هذه لكن إذا ما هي واضحة لي أنا ما رح أقدر أؤديها. لذلك أنا كشخص أنا ويكون بالنسبة لي أريح نفسيا وأريح للعمل إن تكون المهام المعطاة لي واضحة، أنا معروف حدودي، حدود عملي إيش. أقدر أيضا أعرف إيش صلاحياتي، هل أنا أقدر يعني أنا مثلا زميلي كيف أتعامل معاه، أو مرؤوسي كيف أتعامل معاه، أو أنا كرئيس قسم كيف أتعامل مع الموظفين اللي عندي، إيش حدود صلاحياتي معاهم. هذه من الأشياء المهمة. أيضا علاقاتي مع الأشخاص الآخرين لازم تكون واضحة، أنا كموظف في المديرية هل من صلاحياتي أني أنا أتكلم مع رئيس قسم في نفس المديرية، هل من حدود صلاحياتي أنا أتكلم مع موظف آخر في قسم آخر. إذا الموضوع ما هو واضح بالنسبة لك، ودائما الموضوع الواضح لازم يكون مكتوب. أنا مثلا مو يجي في اجتماع أحد الاجتماعات ويقال لي والله يسووا كذا وكذا وكذا، بعدين الاجتماع اللي بعده يكون فيه منافي له. لذلك الأشياء المكتوبة اللي تكون معتمدة، ودائما نتكلم عنها أشياء مكتوبة معتمدة حتى وإن خليتوها مفصلة، هذه تكون في النهاية فائدة لكم أنتم. طيب التوازن، التوازن مقصود فيه أنا أعطيت أعمال ومسؤوليات، لازم يكون في توازن بينها وبين الصلاحيات اللي أنتم أعطيتوني إياها. أنتم ما تعطوني مسؤولية مثلا مسؤولية كبيرة من غير صلاحيات، في هالحالة أنا ما راح أقدر أدي العمل هذا. عندنا ثانية النقطة الرابعة اللي هي المرونة، المرونة بحيث أني أنا مثلا في أعمال محددة أو مهام محددة تجي عندها مثلا مهمة مثلا صغيرة في أحد المهام أنا ما أقدر أديها، بالتالي يكون في مرونة أني أقدر أتواصل مع أشخاص ذوي خبرة أو استشاريين خارجيين عشان يساعدوني في أداء هذه المهام. كمثال أنا مثلا في الجايدلاين اللي بتطلع مثلا من عندك في الإدارة، أنا عندي أوكي أقدر أسويها لكن في نقاط محددة أحتاج شخص خبير فيها، إذا يكون في مرونة عندي في الإدارة إنها تخليني أستعين بالأشخاص ذوي الخبرة فيها. تضييق نطاق الإشراف، المقصود فيه كمثال أنتوا في بعض المناطق لما وضعت الهيكلة كانوا يضعون المدير العام وكل الإدارات الأخرى على طول كونكتد لهذا المدير العام. طيب أنتم مش رأيكم، هل هذا مناسب؟ ولو ما هو مناسب يعني خلنا نتفق أنه مو مناسب. مو مناسب ليش؟ تضيع للوقت، يعني بياخذ وقت كثير من المدير العام بحيث أنه ما يقدر ينجز مهامه، وصعب عليه أنه يشرف على كل المشاكل هذه في وقت واحد. صحيح، فيفضل أن يكون شخص معين يكون هو الكونكت التواصل معه بشكل مباشر. صحيح، ممتاز ممتاز، هذه الفكرة، هذه الفكرة الأساسية. أنا كمدير تخيلوا أنك أنت كشخص يتواصل معك في اليوم 15 شخص أو 20 بأدق التفاصيل، بأدق المشاكل، بأدق يعني أي شيء يصير بالعمل، أو بالمقابل أنه يتواصل معك فقط 3 أشخاص أو 4 أشخاص اللي هم يعتبرون رؤساء أقسام اللي كل قسم منهم يتبع له 5 أشخاص مثلا. في الحالة الثانية هي أفضل، أفضل لأداء العمل، أفضل حتى للشخص نفسه أنه يقدر يأخذ قرارات سليمة. أما أنه يكون الشخص اللي يوضع تحت الضغوط العالية هذه من أشخاص عدة
والمدير يكون له علاقات داخل الإدارة وعلاقات خارج الإدارة، بالتالي هو تحت ضغوط كبيرة جدا. لذلك عشان نسهل العمل، أنا في النهاية هدفي أداء العمل، هدفي أن وصول أهدافي على أداء أعمالي بالشكل الجيد وبالشكل المناسب. نضع الهيكلة بهذه الطريقة، أنه ما يكون المدير يكون في يقلون الأشخاص اللي يكون يتواصل معاهم. المقصد في ذلك أنه تخفيف العبء، وحتى الأشخاص اللي يتواصل معاهم اللي هم رؤساء الأقسام أيضا هم أشخاص يكونون على يعني بالموضوع هذا يوضعون تحت خبرة جيدة، وهم في النهاية هم قادة المستقبل. عندي بنتكلم عن التخطيط، خصائص التنظيم الفعال من أهم من الخصائص هي التخطيط. عندنا بيكون المؤشرات، وثالث شيء بيكون اللي هي المتابعة. التخطيط لما إحنا نضع، تكلم الدكتور اليوم الدكتور عبد الفتاح عن التخطيط التشغيلي والاستراتيجي وتكلم عن أهميتها. طيب التخطيط فكرة أنك دائما أنك تتوقع إيش هي الأحداث والمستقبلية، وعلى أساسها وعلى ضوءها تضع لك الخطط. طبعا الخطط ما نضعها إلا لما تكون عندنا أهداف، ودائما زي ما قلنا من في السابق في المحاضرات السابقة أن عندنا خططنا الاستراتيجية، مثلا كخطط استراتيجية تابعة للوزارة الصحة بنيت على خطط استراتيجية تابعة للدولة، لازم يكون في ترابط. بعدين عندنا الخطط التشغيلية بنيت على الخطط الاستراتيجية، هذه كلها يعني المفروض أن الخطط أو التخطيط لما يوضع ما يكون كل واحد يعني كل جزء الوحدة، لازم يكون في ترابط كبير مثل ما قلنا لتوحيد الجهود. ثاني شيء عندنا المؤشرات. طيب احنا التنظيم الإداري بحد ذاته هو مو هدفنا، مو الهدف اني انظم اللي هو التنظيم الإداري، لكن التنظيم الإداري هو وسيلة. عن طريق التنظيم الإداري بنصل او نضع الخطط لتحقيق اهدافنا. من تحقيق الاهداف بيكون فيها اداء العمل، بيكون فيها التطوير، وبالتالي يكون فيها تحسين للأداء. طبعا المؤشرات لما توضع لازم يحدد فيها هل هي كانت اتجاهها اتجاه الإيجابي أو اتجاه سلبي، هل حققتها كانت بشكل صحيح أو لم يتم تحقيقها، ويوضح دائما فيها ليش والأسباب وإيش اللي كانت العوائق عشان يتم حل الموضوع مستقبلا. طيب بنتكلم عن الرقابة اللي هي الرقابة المتابعة، وبنتكلم عن شيء رقابة محددة اللي هي رقابة تلقائية. طيب الرقابة التلقائية تراها جدا جدا مهمة. المقصود فيها أنه لما إحنا نضع لكل إدارة وحدات ونضع لكل إدارة أهداف، وكل إدارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، ويحدد الإدارات ويحدد علاقات الإدارات مع بعضها البعض، وبالتالي تحدد مهام الإدارات، هذا بيخلي إن كل شخص في هذه الإدارة يعرف مهام الوحدة الأخرى. بالتالي الشخص الأشخاص في هذه الوحدة هم عارفين مهامهم وعارفين عشان كيف يحققونها بطريقة يعني بطريقة محددة ممنهجة. بالتالي بيضع هذا الشيء اسمه رقابة ذاتية. الرقابة الذاتية يعني نفس الموظف من نفسه من غير ما تجي أي جهة خارجية قاعد يراقب نفسه عشان يحقق أهدافه أو يحقق أعماله. طيب هذه بشكل مختصر إيش هو المقصود بالتنظيم الإداري. وزي ما قلت لكم اللي هو حاب يكون فيها يعني بشكل يعني موسع أكثر يرجع للمحاضرة الأولى اللي هي مبادئ الإدارة. هنا بس حددنا اللي هي النقاط كيف أنا بسوي تنظيم إداري لإدارتي. زي ما قلنا دائما إنه كل شيء يكون ممنهج، كل شيء يكون مكتوب، عندنا وثائق وعملنا عليها، كنا عملنا على واحدة من الوثائق اللي هي الهيكلة، الهيكل الوظيفي. الهيكل الوظيفي إيش أهمية الهيكل الوظيفي؟ ليش أنا حطيت أو نطالب بعمل أو وجود هيكل وظيفي؟ يقدر أحد يشاركني فيها؟ ليش نضع هيكل وظيفي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وضع الهيكل التنظيمي لمتابعة سير العمل، مثلا عندي عقبة أعرف من أتوجه له، مديري، رئيس قسم، بهالطريقة في البرامج مثلا أعرف من المشرفين تبع البرامج الوحدات. ممتاز. إذن عشان أنا أعرف من رئيسي ومن أتوجه له سواء كان عندي مشكلة أو حتى أتوجه له في الريبورتينج للعمل الأعمالي الدورية. صحيح. ايضا توزيع المهام بشكل جيد، يعني ما يكون في تكرار للمهام او ان كل شخص يعرف ايش مهامه ومن المسؤول عن البرنامج الفلاني. ممتاز. اذا انا في تقسيم اعمالي لما اقسمها الى اقسام ما يكون في تكرار الاعمال، ما يكون الادارات تكرر نفس الاعمال، بالتالي في تضييع الوقت. صحيح. ايضا
يوضح خطوط السلطة والمسؤولية والتابعية. ممتاز. إذا أنا أعرف بهذه الطريقة من رئيسي ومن المرؤوس فيحدد لي الخطوط، وكان زي ما تكلمنا سابقا إيش المقصود بالخطوط الأفقية والمقصود بالخطوط العمودية. أيضا فيها رولا اللي هي معرفة حجم الإدارة وبرامجها. بالضبط، أنا لما أشوف الهيكل التنظيمي أنا بس يعني بوريكم مثلا هنا عندنا هذا هيكل التنظيمي لإدارتنا، إدارة مكافحة العدوى داخل الوزارة، وهنا الهيكل التنظيمي للمديريات. بالتالي أي أحد شخص خارجي هو بيشوف هذه الهياكل راح يعرف حجم هذه الإدارة، هل راح يقرر أيضا حجم الأشخاص الموجودين فيها وحجم الأعمال فيها لأي شخص خارجي ما يرح يعني ما له خبرة أو علم بهذه الإدارة. أيضا خالد قال لمعرفة المدير المباشر وتنظيم العمل، صحيح. تسنيم قالت هناك صعوبة في تطبيق، لا يمكن رسالة سابقة. أيوة تفضلوا، في أحد ثاني عنده رأي؟ يمكن حتى حجم القوى العاملة، حجم القوى العاملة التي يعني نحتاج لها عشان إدارة هذه البرامج. صحيح، أنا في هذه الطريقة راح أعرف أنا حجم الأشخاص اللي أنا أحتاجهم في أداء العمل. صحيح. طيب يوضح ممكن إعداد الوصف الوظيفي للموظفين. ممتاز، هذه بتكون خطوة سابقة لإعداد الوصف الوظيفي فعلا. فأنا لما أحدد لي الأقسام بالتالي أنا أحدد لكل قسم من الأشخاص الموجودين فيه، ولكل شخص موجود فيه أبدأ في كتابة الوصف الوظيفي. إذن هو الخطة الاستباقية للوصف الوظيفي. صحيح، لذلك أنتم تشوفون إن إحنا لما بدأناها في مع سفراء التميز الإداري بدأنا أول شيء الهيكلة وبعدها راح نكمل النقاط لأن هي الأساس، وبعدها نقدر نكمل الأشياء الوصفية أو مثلا الوصف الوظيفي وغيرها، وبعدها سياسات الإجراء وغيرها. هذا فعشان كذا هي اللي بتكون الخريطة الأساسية أو الخريطة المبدئية اللي نبدأ منها. طيب إذا عندنا الهيكل الوظيفي، الهيكل التنظيمي هي عبارة عن صورة يمثل صورة لهيكلة الإدارة. طيب لازم يناسب طبيعة العمل. المقصود بأنه يناسب طبيعة العمل أني ما أضع هيكلة أنا عندي في إدارات أخرى مثلا هيكلة جميلة أنا حسيت أنها هيكلة عبقرية لكن فعليا ما تناسب إدارتي، لذلك حتى لو كانت هيكلة جميلة أنا ما أستخدمها، أنا أستخدم الهيكلة التي تناسب طبيعة عملي، تناسب المهام المطلوبة مني داخل العمل. هدفي دائما زي ما ذكرنا، وكلمة هذه تلقوني أرددتها كثير وراح تلقون الكثير من المحاضرات الأخرى راح يرددونها، دائما المقصود أو عملنا كله نبغى نصل إلى أهداف الإدارة، نبغى نحقق أهداف الإدارة. أهداف الإدارة هي الأساس ومنها نبدأ ننطلق في أداء العمل. لما أضع لي أهداف أبدأ أعمل عليها خطة، أبدأ أعمل الهيكلة المناسبة لهذه الأهداف وتحقيقها، أبدأ العمل أني أضع السياسات والإجراءات، أبدأ أني أضع الوصف الوظيفي لهذه الإدارة. طيب لذلك أن أي عمل لازم يكون فيه تناسق، وأي عمل أنا أسويها أو منهجية أنا قاعد أسويها وثائق أسويها لازم يكون فيها ترابط وتكامل فيما بينها. ما أسوي السياسات والإجراءات لوحدها والهيكلة لوحدها والوصف الوظيفي لوحده، لازم يكونوا كلها مترابطة، فريق عمل واحد يشتغل عليها. لذلك احنا بدأنا قلنا سفير التميز الإداري هو يشتغل ويشتكون معاه اللي هم الفريقة، وحتى انتم الآن اللي شاركتوا معنا في هذه الدورة وانتم وانتم سفراء التميز الإداري نقول لكم في عندنا السياسات والإجراءات، انه بعد ما نخلص الأسبوعين هذه بنبدأ ندخل في السياسات والإجراءات، تشاركون سفراء التميز الإداري في أداء هذا العمل. طيب يعتبر هيكل التنظيمي أداة هدفها النهائي إيش؟ إحنا تكلمنا عن هالنقاط هذه زي ما قلتوا، إنه ما يكون في ازدواجية في العمل، ما يكون في عندنا أقسام كلها تقوم بنفس أداء العمل، هذا خطأ. فبالتالي يكون في توزيع عادل. في إحدى زميلات قالت إن توزيع العمل بشكل سليم، صحيح، ما تكون في وحدة مليانة مهام وحدة أخرى ما فيها مهام إلا قليلة، والتلقون اللي فيها مهام قليلة موظفينها أكثر من اللي فيها مهام أكثر. لازم يكون في توزيع عادل للموظفين على هذه الأقسام بالمهام المطلوبة منهم. الأشخاص اللي أنا في النهاية لما أضع هيكلة أكتشف أن عندي أشخاص أنا ما أحتاجهم، ما أحتاج فعلاً أنهم يؤدون هذه المهام، بالتالي يوضح لي أنه في إلغاء القوى اللي تعرق الأداء العمل. أيضاً يعني مثلاً فيها أشياء محددة نلقاها هي مؤثرة على العمل ما تخليني أدي بالشكل الصحيح، الهيكلة توضحها. أيضاً له تأثير على سلوك الموظفين، ليش؟ أنه لما كل شخص يكون واضح
عمل المطلوب منه ويكون عارف انه في توزيع عادل، بيكون فعلا في النهايه يكون في رضا او محبه للعمل، وهذا الشيء اللي دائما احنا نسعى له، المفروض ان احنا نسعى له كموظفين اداريين. طيب عندي ايضا الهيكل الوظيفي، ايش اللي يتضح فيه؟ يبين لي خطوط السلطه. في احد الزملاء قال ان خطوط السلطه تكون واضحه، خطوط المسؤوليه تكون واضحه، من الرئيس، من المرؤوس، من اللي له القدره يتواصل مع مين، زي ما قلنا احنا الخطوط الافقيه من المدير الى رئيس القسم. المفروض ان الموظف اللي تابع لرئيس القسم ما يكون في دايركت لينك مع المدير، لا، خطوط السلطه واضحه. ثانيا العلاقات الأفقية بين الإدارات واضحة، بالتالي أنا كإدارات الأخرى يكون لي كيف طبيعة علاقتي مع الإدارات الموجودة في نفس القسم. بعدين عندي مثل ما ذكر أعتقد محمد أنه يبين حجم الإدارة وأنواع الأنشطة فيها، هذه أيضا من اللي ذكرناها أن نعرف الإدارات الأخرى تعرف فعلا العمل اللي يتم القيام فيه في نفس الإدارة، ونعرف أنواع وعدد الوظائف اللي تحتاجها ونعرف فيها الأقسام. يعني تعطيك بشكل مختصر القسم اللي أنت فيه. هذه إحنا اللي هي الهيكلة الإدارة العامة الجي دي آي بي سي، وهنا الهيكلة إدارة مكافحة العدوى في المديريات والمناطق، بتلقون اللي على اللينك اللي على اليسار إحنا حطيناه. وأيضا إذا أنتم حابين ترجعون المحاضرة، إحنا سوينا زي ورشة عمل عن شرح الهيكلة في المديريات، تقدرون ترجعون لها. عندنا الوصف الوظيفي. الوصف الوظيفي هي بطاقة يوضح فيها المهام، توضح فيها الارتباطات الوظيفية. احنا بنتكلم عنها هدفها اساسا ايش الوصف الوظيفي، عشان ما يكون في تداخل بين الوظائف، ما يكون في ازدواجية، السياسات والاجراءات تكون مترجمة، يكون مرجع للموظف نفسه، انا المهام المطلوبة مني هي موجودة في الوصف الوظيفي، هذه مهامي المطلوبة مني، فيكون الموظف عارف ايش هي الاشياء المطلوبة منه، ويوضح ايضا قنوات الاتصال بينه وبين الاخرين. طيب طريقة كتابة الوصف احنا بس بتلقونها هنا موجودة، كل نقطة ايش المطلوب المقصود فيها، المسمى الإدارة ايش اسمها، المسمى الوظيفي ايش اسمها، الإدارة وين تابعة له، متى تاريخ الاعتماد والمراجعة، إدارتك أي إدارة، هنا الرئيس المباشر مين، المسميات الوظيفية المشرف عليها أنت مشرف على مين، علاقاتك المسموح لك فيها كموظف سواء داخل أو خارج الإدارة، هدف العام من وظيفتك أنت، المهام والواجبات الرئيسية المطلوبة منك أنت كموظف. بعدها يرجع إلى مؤهلاتك العلمية، إيش المفروض أن تكون عندك المؤهلات المطلوبة منك، الخبرات العلمية الخاصة فيك سواء كانت شهادات أو خبرات، وقدراتك، يعني مثلا يكون احنا مثلا واحدة من الأقسام يكون لازم كوميونيكيشن عالي، فأضعها هنا كشيء مهم أن تكون موجود، وبعدها المراجعات والاعتماد. وعندنا الهدف منها زي ما قلنا أن أقدر أحدد فيها أعداد الأشخاص، أقدر أعرف هم يحتاجون تدريب في إيش بالضبط، لما أعرف أن المؤهلات أو الخبرات اللازمة لهم فنعرف التدريب اللي هم يحتاجونه. هذه بشكل مختصر، وزي ما قلنا يعني اللي حابين أي أسئلة فيها ممكن بإذن الله في الورشة القادمة، أو أنكم ترجعون أيضا للبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالإدارة، إحنا عندنا بطاقات وصف وظيفي تأخذونها كنموذج لكم. هل كل شخص لازم يكون له وصف؟ لا، الوصف الوظيفي تكون للوظيفة نفسها، ما هي باسم الشخص نفسه. إذا أنا مثلا وظيفة عندي رئيس قسم وعندي موظف، أحط وصف وظيفي لرئيس القسم ورئيس ووصف وظيفي للموظف. أنا عندي في الإدارة هذه 10 موظفين، ما تفرق، لأن لكل موظف هي واضحة هذه البطاقة الوصف الوظيفي لمسمى الوظيفة نفسها. آخر شيء السياسات والإجراءات. السياسات والإجراءات أنا ما راح أدخل عليكم بتفاصيل فيها، إيش هي السياسات؟ هي قواعد ونظم ومبادئ، والإجراءات هي تفصيلية كيفية أداء هذا أو أداء العمل، كيف يكون الوقت حقه، من الأشخاص المسؤولين، يكون فيها رسم بياني لأداء هذا العمل. وعندنا النموذج للسياسات والإجراءات بإذن الله بيكون عليه محاضرة خاصة فيها، وبيكون عليها إن شاء الله ورشة عمل خاصة بس فقط في السياسات والإجراءات. في أي سؤال على هالموضوع؟ شكرا دكتورة. الله يعطيك العافية. العفو. في الأخير هي بس مراجع اللي حابين أنتم تطلعون لقراءات أكثر، أنا أخذتها لكم بسرعة، يعني حاولت أنها لأنها موضوع سبق تكلمنا عنه، لكن إذا أنتم حابين
يعني تستزيدون فيها، فكثير في مراجع فيها مهمة بتساعدكم، بتلقون أنتم مع القراءة يعني يو أدابتد الأفكار هذه، وأنتم تلقونها يعني خلاص بدأتوا تطبقونها، لأنها فعلا الأعمال هذه أو الأفكار الإدارية تسهل لكم العمل وتنظم لكم بشكل كبير. في أي سؤال؟ تمام أوكي. أجل إن شاء الله خلاص انتهينا اليوم. مجرد إن راح أرسل لكم لينك بالتقييم إن شاء الله في خلال اليوم عشان تقيمون لنا أداء المحاضرات اليوم، وبإذن الله على اجتماعنا إن شاء الله غدا ممكن إنه نفس اجتماعنا اليوم اللي هو 9:45 راح نبدأ، بتكون ربع ساعة فيها شوي مراجعة اللي ما سبق تقديمه، وراح نبدأ إن شاء الله شارب 9 بالضبط عن المحاضرات. أرجو أن الجميع يعني يحضرون على الوقت، لأنها المحاضرة اللي صباح مهمة اللي هي السياسات والإجراءات، فيعني إذا تأخرتوا على 5 دقائق